قبل 5 سنوات، وتحديداً انطلاقاً من معرض باريس الدولي للسيارات سنة 2014، كشفت جاكوار عن XE المصنفة سيدان فخمة ومتوسطة الحجم، ويلي تميزت بوقتها بهيكلها الأحادي المصنوع من الألومنيوم، مثل مكونات السسبنشن. ولسنة 2020 استفادت جاكوار XE من مجموعة من التحسينات والتعديلات بالشكل وبالمضمون، من دون ما توصل لحدود تقديم جيل جديد كلياً. والهدف طبعاً تحسين قدراتها التنافسية لمواجهة سيارات ألمانية مشهورة مثل BMW 3 سيريز وأودي A4 وغيرها. بالنسبة للتصميم يلي كان رسم خطوطه إيان كالم، فهو استفاد من واجهة أمامية جديدة مع تغييرات تالت شكل الصادم وفتحات التهوية بشكل أوحى بزيادة العرض، علماً أنه القياسات بعدها بدون تغيير، وصارت الإضاءة أرفع وناعمة أكتر ومزودة بإنارة LED بشكل قياسي. ومن الجوانب حافظت الخطوط على رصانتها وعلى سلاستها وكمان على عملانيتها، من دون ما تفقد لمساتها الجمالية المنوعة، ومن بينها إطارات إضافية بيوصل قياسها لحدود 21 إنش مع الفئة R Dynamic في حال الرغبة. ومن الجهة الخلفية تولى فريق التطوير تعديل شكل الصادم ومخارج الإكزوست المصنوعين من الكروم لزيادة النفس الرياضي، وشكل الإضاءة لزيادة الطابع العصري. وبشكل عام بيجمع تصميم جاكوار XE بين الرصانة والسلاسة، مع تسجيل حضور جيد على الطريق ومع تأمين انسيابية ممتازة، علماً أنه المهندسين نجحوا بخفضها من 0.26 لحدود 0.25. بالانتقال للمقصورة، تم بشكل خاص تطوير العزل الصوتي المتوفر للركاب من خلال تحسين العوازل بين جسم XE والألواح الزجاجية، وترافق هالشي مع تعديل الأجزاء الداخلية للبواب لتحسين العملانية. من جهة تانية تم تطوير المقاعد على مستوى الشكل الخارجي وكمان على مستوى الحشوة الداخلية بشكل زاد الفخامة العامة وحسن الثبات بمختلف ظروف القيادة، ولكن المقاعد الخلفية منا كتير مريحة خلال التنقل لمسافات طويلة. وبالنسبة للطابع العام فهو مزيج بين الفخامة والديناميكية مع تجهيزات بتأكد الطابع العصري. ومن الممكن الاستفادة إضافياً من شاشة قياس 12.3 إنش، تتوفر كمان بطراز آيبيس وببعض فئات رينج روفر، وهي بتجمع بين العدادات الدائرية والمؤشرات الرقمية لنقل معلومات القيادة للسايق بأفضل طريقة ممكنة. وبأعلى الكونسول تم تثبيت شاشة عرض قياس 10 إنش شبيهة بشكلها وبوظائفها بأجهزة الهاتف الحديثة المصنفة ذكية. أما الشاشة بأسفل الكونسول قياس 5.5 إنش، فهي مخصصة للتحكم بحرارة المكيف وبوضعية المقاعد، وبالتالي فينا نحكي عن لوحة قيادة رقمية بامتياز تخلت عن كتير من أزرار التحكم التقليدية لصالح شاشات تشتغل باللمس. ميكانيكياً تم الاستغناء عن محرك V6 القوي السابق وحصر استخدام محركات ديزل بالأسواق الأوروبية لصالح التركيز على محرك جديد بيتكون من 4 سيلندرز بسعة لترين مع توربو، بيتوفر بفئتين. الأولى بتحمل اسم P250 ومعها بيولد هالمحرك، ومثل ما اسمه بيدل، 250 حصان، علماً أنه بيتوفر مع دفع بالإطارات الخلفية أو بالإطارات الأربعة حسب الرغبة. والفئة الثانية يلي بتحمل اسم P300 ترفع قوة المحرك نفسه لحدود 300 حصان، وهي بتترافق مع نظام دفع بالإطارات الأربعة حصرياً. وبتتميز الترانسميشن الأوتوماتيكية يلي بتتكون من 8 نسب أمامية بسرعة انتقالها بين نسبة ونسبة، وبتأمين انتقال طاقة الدفع من المحرك للإطارات بسلاسة وفعالية.
ومن الضروري الإشارة أنه تم الاستغناء عن جهاز التحكم الدائري السابق بالنسب لصالح استخدام جير بوكس عادية تسمح للسائق بتبديل النسب يدوياً. واللافت أنه محرك توربو بيستفيد من عزم دوران مرتفع اعتباراً من سرعات دوران منخفضة بالفئتين، علماً أنه نسبة العزم الأقصى بتبلغ 365 نيوتن متر مع المحرك فئة P250 يلي بيستفيد كمان من نسبة استهلاك منخفضة للبنزين، وبتبلغ 400 نيوتن متر مع المحرك فئة P300 مع تسجيل معدل استهلاك كتير مقبول. وعلى مستوى الأداء تتمتع جاكوار XE بالنشاط وبالفعالية على الطريق، مع قدرة على التسارع من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 6.3 ثواني بالفئة المزودة بمحرك بيولد 250 حصان ويلي بيبلغ وزنه 1587 كيلوغرام، وخلال 5.5 ثواني بالفئة المزودة بمحرك بيولد 300 حصان ويلي بيزيد وزنه بشكل طفيف بسبب التجهيزات الخاصة بنظام الدفع الرباعي. وعلى الرغم من بعض التموجات المحدودة لجسم السيارة داخل المنعطفات القاسية، التوازن محفوظ بمختلف الظروف بفضل برمجة متطورة للسسبنشن، وكمان نتيجة نظام توجيه دقيق بيساعد السائق على تصحيح أي انحراف عن خط المسار، ولو أنه ما بينقل مدى تماسك الإطارات بالطريق بنفس مستوى بعض سيارات سيدان الرياضية المنافسة. من جهة تانية ومن ضمن التجهيزات القياسية لسنة 2020، نظام إلكتروني بيساعد السائق على الحفاظ على خط المسار، ونظام مخصص لتسهيل التحرك بالأماكن الضيقة، ومن خلال إمكانية الاختيار بين أكثر من وضعية قيادة تتراوح بين المريحة والديناميكية، تحكم السائق بالأداء مريح وبأمن ثقة عالية، علماً أنه الوضعية الرياضية تستفيد من برمجة ديناميكية لعدد كبير من التجهيزات الميكانيكية والإلكترونية. من الواضح أنه جاكوار XE الجديدة لسنة 2020 صارت أفضل من عدة نواحي، وبالتالي صارت تستحق أكثر موقعها ضمن سيارات سيدان الرياضية والفخمة بنفس الوقت. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.